ايه يا جماعه، انتوا عايزيننا نمشي ورا شويه عيال؟ يعني ما تكبروش المواضيع قوي، خلينا نشوف اللي ورانا. ولا اقول لك خليهم يتسلوا. معلش اسمحي لي اضيف حاجه مهمه جدا. تعامل الامن مع المتظاهرين كان راقي جدا، وانا لمست ذلك بنفسي، واتحدى اي حد يقول غير كده. انا بقول لاصحاب الاجندات الخاصه في الداخل والخارج، ابعدوا عن مصر، ارحموا مصر، ما تفسدوش الشباب الطاهر النقي. مصر ستبقى امنه وطاهره. عشت يا مبارك، عشت يا زعيم مصر، يا بطل الحرب والسلام، يا 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 صاحب الضربه الجويه، انت بطلنا، انت زعيمنا، كل ما وراك، كل ما وراك. الناس دي مش مقدره انت يا ريس، معلش سامحها يا ريس، سامحها يا ريس، خاطر معلش انت وراك، احنا ما جيلك ولا حاجه يا ريس، انت كل في كل، احنا وراك دايما يا ريس. لابد من اتخاذ موقف حازم ضد اي واحد اعتدى على ابناء الحزب الوطني الشرفاء اللي نزلوا يحتفلوا بسياده الرئيس حسني مبارك على ظهور الخيول والجنان. الجيش والشعب ايد واحده. انا هيرتاح يا صاحب الشباب، انا كنت مع الشباب من اول يوم، ايوه من اول يوم، وانا عيني دي كانت هتروح على ايد قوات الامن الغاشمه. لكن مش مهم، مصر هي امي، مصر هي امي، انا على استعداد اني اخدم بلدي في اي منصب هي عايزاه. ايوه تحيا صوره الشباب، مش مهم تحيا صوره الشباب. الله اكبر، الله اكبر.